أصدقاء الأعزاء، أهلا بيكم في دردشة فنية. احتفل الفنان علاء عبد الخالق أمس الاثنين بحفل زفاف بنته بحضور عدد كبير من نجوم التسعينات الذين حرصوا على مشاركته لفرحته، وأقيم حفل الزفاف في دار المناسبات بالقلعة الأثرية، وحرص عدد كبير من نجوم التسعينات على الحضور لمشاركة صديق عمرهم علاء عبد الخالق فرحته. وكتب علاء عبد الخالق على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحته على الفيسبوك: تم زفاف ميار علاء عبد الخالق على خالد محفوظ، مبروك يا بنوتك الجميلة وربنا يسعدك، وشكر خاص لأصدقاء النجوم اللي حضروا. وكان ما بين أبرز الحضور مصطفى قمر وحميد الشاعري وهشام عباس وإيهاب توفيق وحسام حسني ومحمد محيي والموزع محمد مصطفى. وانتشرت فيديوهات لمصطفى قمر وحميد الشاعري وهم بيغنوا أغنيات علاء عبد الخالق اللي هي أغنية دار رموشك عني وداري وغيرها من الأغنيات. والجدير بالذكر إن علاء عبد الخالق من مواليد 23 فبراير 1964، يعني عمره 59 سنة، ودرس في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة الناي. وبداية حياته الفنية مع زملاء الدراسة منى عبد الغني والمطربة المعتزلة حنان بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأسسوا فرقة الأصدقاء عام 1980. وبعدها التقى بحميد الشاعري اللي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم ليه سنة 1985، وشارك في نفس الألبوم حميد الشاعري في أغنية بحبك كون، وحقق الألبوم نجاح كبير جدا. وبعدها أصدر ألبوم وياكي سنة 1987، ثم ألبوم عشانك سنة 1989، وألبوم راجع لك سنة 90، وألبوم هتعرفيني سنة 91، وغيرها طبعا من الألبومات. وبعدها توقف عن الغناء لفترة طويلة بسبب وعكة صحية، ثم عاد بألبوم حب مش عادي سنة 2008، وده طبعا طرح من خلال شبكة الانترنت فقط، ما هو ما فيش شرايط بقى زي الأول. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة. جورج إبراهيم.